السلام عليكم البنات، اليوم فيديو جديد للقناه. من نلقاكم على خير وبخير. غادي نقدم لكم فيه كسكسو ديال التفايه. غادي يحتاجوا ليه كميه ديال الدجاج، داكشي اللي عندكم، وعلى حسب افراد ديال الاسره يمكن لكم ديروا فروج كامل، يمكن لكم ديروا قطع. غادي هاد الدجاج اول حاجه غادي نديروا ليه، غندير ليه واحد شويه ديال الملحه، خرقوم، سكنجبير وليبزار. اول حاجه غنديروا هو غنشرملو الدجاج ديالنا. غندير ليه واحد الكميه قليله ديال الملحه، حيت مازال غادي نضيف الملحه الكسكسو. ندير شويه ديال الخرقوم، راس ديال المعلقه، شويه ديال الابزار، سكنجبير وشويه ديال الابزار. كلشي العطريه درت راس ديال المعلقه ديالو. غادي ندير واحد شويه ديال السمن، نضيفو لهاد الدجاج هذا باش نشرملو مزيان. غادي نضيف راس ديال المعلقه شويه ديال القرفه بالشكل هذا، وغادي نضيف واحد شويه ديال الزعفران شعره، شي صغيبات قلالين ديال الزعفران شعره بالشكل هذا. صافي، دابا غادي نزيد ليه الماء وغادي نشرمل. صافي، انا غادي نضيف ليه داك الماء بالشكل هذا. صافي، ونخليه فيه ترقد تقريبا واحد ربع ساعه او ثلث ساعه حتى يطلق داك الزعفران ديك النسمه ديالو، ونعاودو نطلقو باش نكملو التتمه ديال الوصفه. بعد ما خليته هذيك ربع ساعه حتى طلق داك الزعفران ديك الصفوريه ديالو وترقد ليا الدجاج، غادي نجيب الطنجره اللي غنطيب فيها الكسكسو. غادي ندير فيها الدجاج مع ديك المريقه ديالو. غادي نضيف ليهم الحمص بعد ما رطبتو انا ليله كامله، وغنضيف عليهم بصله مشلله. صافي، غادي نخلي هادشي كيتشحر مع ديك الميه اللي قدت فيها الدجاج في الاول. من بعد ما تشحرات ليا، بعد ما تشحرات ليا هذيك البصيله بهذا الشكل هذا، هي داك الماء اللي درت ضفت في الاول، فانا دابايا غادي نضيف ليهم الزيت. فانا الزيت مازال ما ضفتوش، غادي نزيد دابا الزيت بالشكل هذا، وغادي نكمل التوابل الاخرى اللي بقات ليا. الملحه، وغادي نضيف الخرقوم، غادي نضيف سكنجبير نص معلقه صغيره، وغادي نضيف البزار بهذا الشكل هذا. صافي، غادي نضيف ليهم دابا، غادي نروي بالماء ونجم. فانا غادي نروي القياس ديال الماء اللي غادي يقعد ليا فيها الدجاج واصل. بالنسبه للخضره فانا غادي ندير فيهم غير القرعه وخيز. الخيزو غادي نضيفو دابا، والقرعه غادي نخليها حتى التالي وعاد نضيفها. اللي بغى يستغني على هاد الخضره يقدر يديرو غير بالتفايا بوحديتها، فانا بغيت نصايب ندير شويه ديال الخضره. بالنسبه للتفايا غادي نبدا نصايبها معكم دابا. انا خديت جوج حبات ديال البصله وشلطتهم على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، قطع عشوائيه، انا غلطتها واحد شويه حيت هي غادي تدوب. غادي نضيف لها واحد نص كاس ديال زيت الزيتون تقريبا، وغادي نضيف لهم العطريه، وغادي نخليها كطيب تقريبا واحد نص ساعه. غادي ندير الملحه، سمعين ديال الملحه. الناس اللي بغا يزيدوا كميه ديال التفايه، انا درت تقريبا واحد نص كيلو ديال البصله. نتوما الا درتو في الروج يمكن لكم ديروا كيلو ديال البصله، يلا يجيكم هو هذاك. شويه ديال الخرقوم، شويه راس ديال المعلقه ديال السكنجبير، واحد راس معلقه ديال الابزار. صافي، غادي نديرهم فوق النار وغادي نخلط.
ونخليهم كما قلت لكم تقريبا واحد نص ساعه كيطيبوا بهذا الشكل هذا خلطهم ونخليهم عاد نولي نضيف لهم الزبيب ونضيف لهم السكر باش يتعسلوا ونضيف لهم القرفه. انا ما غاديش نضيفهم دابا غادي نخلي هذه البصيله هذه تقريبا واحد نص ساعه ما غنزيد ليها لا ما لا والو غنخليها غير كطيح بالماء ديالها صافي وغادي نغطي عليها ونخليها كطيب. بعد ما دازت واحد 20 دقيقه ديال الكسكسو هو كيطيب غادي نعاودو نطلعو على ديك البصيله شفتو هي تلقات هذاك الماء ديالها حنا كنقصو على البوطه حتى للحد فهي تلقات هذاك الماء كنخليوها تتكمل الطياب ديالها. دابا يلا نطابت نص ديال الطياب غادي نحركها ونخليها تكمل الطياب ديالها فالبصله باش راه مازال ما عسلتهاش ما درت ليها والو ما درت ليها والو. دابا غادي نبدا الخدمه ديالي ديال السميده غادي نضيف واحد شويه ديال الماء خفت لها على هذا الشكل هذا نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون صافي غنبقى نخدم هكا على هذا الشكل هذا بيديا القرعه حتى هي راه مازال ما ضفتهاش غنخليها حتى البلاتي وعاد نضيفها حيت كطيب دغيا الشكل هذا. فانا ما انا هي ما درتش فيها الماء بزاف حيت الفوره الاولى باش ما تعجنش لكم السمينه. بالنسبه للكسكسو راه ماشي مشكل راه ما تيخسر ما والو هذاك واخا ضيفوا ليه الماء كثير صافي غادي ندير هذا دابا تفور الفوره الاولى ما غاديش نخليها تعطل بزاف غير واحد ما بين 15 دقائق واحد 7 دقائق ولا 8 دقائق ونعاودو نخدمو التوفيره الثانيه صافي. من بعد ما خرج ليا البخار من التفويره الاولى غادي ندوز دابا التفويره الثانيه فانا ما عطلتوش بزاف في التفويره الاولى من الاحسن انكم ما تعطلوش بزاف حتى الثانيه والثالثه وغنخليو تعطل في طبق اخر. غادي ندير لهم الماء شويه ديال الماء دابا غادي نضيف الماء بالزيت شويه وغندير واحد شويه ديال الزيت ديال الزيتون طبعا صافي غنبداو نخدمو دابا السميده ديالنا بيدينا. فانا فهاد الاتلاء هادي غادي نزيد القرعه حمراء فهي راه مازال التفويره الثانيه غادي نزيد القرعه انا خليتها تاخذ راحتها في الطياب دابا وغادي نضيف القرعه حمراء صافي نخليها تكمل الطياب ديالها شويه وعاد نديرو التفويره الثالثه. بالنسبه للبصله انا دابا غادي نطلع عليها شفتو كي ولات فهي تطيب تقريبا في الوقت بحال الكسكسو من الاحسن انكم ديروها من الاول وتغطيو عليها باش تعرف على خطرها. دابا عاد انا نستنى فانايا هنايا الزبيب نرقته في الاول تقريبا دابا واحد نص ساعه في الماء باش دغيا يطيب ليا انا غادي نصفيه وعاد نزيدو على البصل غادي نضيفو دابا على البصله فانا رقبته باش يطيب ليا دغيا غادي نزيد قرفه بالشكل هذا وغادي نضيف السكر سنيده السكر سنيده على حسب الذوق انا غادي ندير واحد جوج معالق ديال السكر سنيده انا ما
بغيتهاش تجيني حلوه بزاف غادي نجمعها كبار صافي غادي نخلط دابا غادي نبقى كل شويه نخلطها ماشي بحال في الاول كنخليها كطيب وكنخليها دابا كل شويه باش ما تلصق لي ما والو باش ما تحرقش ليا من الجناب صافي انا غادي نخليها تكمل تسالي وغطي عليها دابا غادي ندوزو نفورو الكسكسو ديالنا التفوره الثالثه الاخرى غادي نبدا نفورو غادي نكب عليه شويه ديال الماء نحاول ان نحركو غير بالمعلقه حيت سخون نحاول انني ما نخدمش دابا بيدي على حساب حيت سخون نخدم غير بالمعلقه ونبقى نقيس القياس ديال الماء غادي نضيف ليه شويه ديال زيت الزيتون وغادي نضيف ليه واحد شويه ديال الملح صافي ديال التفوره الاخر انا كنملحو فيها غادي الملحه السميده صافي وغادي نبدا نخلط السميده صافي دابا غادي نديرها تفور بعد ما خدمتها مزيان بالزيت والزبده الزيت والماء دايره بالي مع الزبده هي مدي الحلوه صافي بهذا الشكل هذا صافي ونزيدها تفور التفوره الثالثه الاخرى صافي ومن بعد نسكيها معاكم بعد ما خرجت لي التفويره الثالثه صافي غادي ندوزو دابا باش نسقيو الكسكسو ديالنا شوفو المريقه ديالو كتجي فانا خليتها تتعسلات على خاطرها دابا غادي نبداو نسقيو في الكسكسو بالشكل هذا فانا التفويره الثانيه والثالثه خليتو طب على خاطرو كتزربوش عليه بحال في الاولى نحاول انني نحل شويه حيت دابا ونجيب واحد شي حاجه ديال الخشب باش نحل الكسكسو شويه صافي نقادو باش نبداو نسكيو شكل هذا فغنبدا اول حاجه انا الخضره راه حيدتها من الطنجره هاد حيدتها دابا باش ما تفرتش ليا نستفو فيها على هاد الشكل هذا بالنسبه للناس اللي عندهم اللوز يقدروا يزوقوا باللوز البيض المسلوق داكشي اللي بغيتو اللي بغى يستغني كاع على خيزو والقرعه يستغني عليه فهو كيجي زوين ديال القرعه هنا الشكل هذا صافي وغناخد الطنجره غادي نحط الدجاج ديالي الوسط بالشكل هذا
كما قلت لكم اللي عنده الناس يقدر يدير دجاجه كامله. حنا ثلاثه ديال الافراد ما درتش الدجاجه كامله، اقتصرت غير على الطروف بالشكل هذا. سقيو حمص في الجناب، صافي غادي نجيب التفاية ديالي بعد ما تعسلات. هي كتجي على هذا الشكل هذا، شوفوا راه كتنقص كتخلي غير قليلة بالنسبة للناس اللي بغاو يديروها خصهم يكثروها. أنا كما قلت لكم راه غير صافي نحطو على هذا الشكل هذا باش اللي بغا يهز منا يهز منا من الفوق. نكمل هاد التفاية نحطو بالشكل هذا، نخليها غير الفوق باش تيجي الناس إلا كانو مكياكلوهاش من الأحسن أنكم ديروها الفوق باش لي متيبغيهاش مياكلهاش. صافي الطبق ديالنا ديال الكسكسو بالتفاية كيجي على هاد الشكل هذا. نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم، إلا عجبكم متنساونيش بلي لايك ديالكم والدعم ديالكم للقناة. نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الجاي، بسلام عليكم.